نروح للفاصل. نادي مصر امبارح اعلن، بالامس اعلن انه يرفض اجراء المساحات ويؤجل التدريبات بتاعه، نزول التدريبات لاجل غير مسمى. طيب الجزئيه دي مهمه قوي وانا هتكلم فيها. خلاص انا قلت هتكلم في كل حاجه لانه انا ما عنديش حاجه يا جماعه، احنا بنتكلم في النهايه في كوره وحاجات كلها يعني طبيعيه وبديهيه. ده موقف نادي مصر، قال قرر نادي مصر تاجيل التدريبات الجماعيه لاجل غير مسمى، كما قرر انه بين قوسين لا يشارك في المساحات المجانيه الخاصه باتحاد الكره خلاص، وبالتبرع بها لمن هم في حاجه اليها. هل الكلام ده عيب كخه يعني وعقب عليه يضربوا على ايديهم؟ خالص، هم ناس عندهم وجهه نظر معينه عايزين انه المساحات دي تروح لحد تاني، مفيش مشكله. بس الجزئيه اللي انا بتكلم فيها هي اللي كان بيقولها الكابتن خالد مهدي، انه الانديه هي اللي كانت طالبه مش عارفه الطريق فين والدليل فين. هم اللي ما كانوش عارفين، احنا مش عارفين نوصل لازاي، طب نعمل المساحات ازاي وفين الشركات. فاتحاد الكوره راح لانه ده دوره، لان اقسم لكم بالله لو اتحاد الكوره ما كانش عمل المساحات دي انا كنت هطلع اول واحد هاجم الناس انتقدهم، يعني ما فيهاش كلام. ما انت ما تسيبنيش في نص البحر وترميني وتقول لي امشي انت روح اعمل مساحات. مساحات مين يا عم؟ اعملها فين وازاي وليه والحاجات دي كلها تحصل ازاي؟ ما فهمهاش، ما اعرفهاش انا كانديه، ما اعرفش اوصل لها. اذا كان احنا على مستوى الافراد ما بنعرفش نوصل لها، كانديه وبمجموعات دي هتعرف توصل لها ازاي؟ عندهم حق بنسبه 100%. لكن الاتحاد اتحرك وفقا لايه؟ وفقا للرؤى بتاعت الانديه وطلباتهم. فعلشان طلباتهم عمل البروتوكول ده، وبالتالي كان في موضوع اجراء المساحات. دي وجهه نظر مصر، اللي ممكن البعض يشوف ان هي وجهه نظر فيها نوع من انواع المزايده لان الانديه طلبت، واللي البعض الاخر هيقول لا اصله وجهه النظر ديت منطقيه لانه الناس اللي بيبقى عندهم حاله من حالات الاصابات ما بيعرفوش وهم مش عارفين يجروا المساحات. انسانيا انت لازم تتعاطف مع وجهه النظر دي انسانيا، لان احنا بشر في النهايه وعارفين ان احنا كلنا ما احناش بعيد عن الموضوع ده. وهكلمكم بصدق كمان في الجزئيه ديت. في اتجاه طلع عند الناس قال لك انتوا هتعملوا مساحات للاعيبه كره قدم يتقاضوا الملايين ولانديه تتقاضى الملايين و و و و و و وحاجات كتير شبه كده. هل الكلام اللي اتقال ده كلام مش صحيح؟ هو كلام صحيح، بس خليني اقول لكم وجهه نظر مهمه، لانه الناس اعتراضها مش على ده، الناس اعتراضها لانه التصريح اللي خرج قال لك انه الدوله وزاره الشباب والرياضه تتحمل تكلفه المساحات. فاثار شويه الناس وجهه نظري اللي انا شايفها ومقتنع بيها وبنسبه 100% انه على كره القدم ان تنفق على نفسها، والمخصصات المتعلقه بوزاره الشباب والرياضه تذهب الى مستحقيها. يعني ايه الى مستحقيها؟ يعني هذا الدعم المحترم جدا جدا تستحقه انديه الدوري الممتاز به والثالثه والرابعه اذا احنا بنتكلم على استئنافهم، لان دول هيبقوا اقل بكتير جدا من الناحيه الماديه ان هم يعرفوا يعملوا لا المساحات ولا التكلفه ولا حتى يوصلوا للشركات. ده الشكل اللي انا اشوف انه لو انا هيبقى عندي فلوس كتير مضغوط عليا بيها ان انا اوجهها للشكل ده. طب انديه الدوري الممتاز يتعمل معاها ايه؟ اكلمكم بكل صدق، الاتحاد المصري لكره القدم ستحول اليه منحه من الاتحاد الدولي ومن الاتحاد الافريقي، هذه المنحه لمواجهه فيروس كورونا. واضحه وصريحه، يعني الفلوس دي جايه علشان المشكله اللي عندك اللي ليها علاقه بفيروس كورونا. فدي جايه رايحه بالمخصصات دي تروح بقى على الاجراءات الاحترازيه، تروح على المساحات. انت كمواطن وانا كاعلامي ابقى مستقر ومرتاح ومطمئن ان الفلوس دي ما كانتش من المخصصات اللي كانت ممكن تروح لناس اكثر احتياجا في اي نشاط له علاقه بوزاره الشباب والرياضه. ابقى مستقر نفسيا انه ده جه من بره وجه لمخصصات لها علاقه بكره القدم، فانفقت كره القدم على نفسها من مخصصات تعود في الاصل للاتحاد الدولي وتعود في الاصل للكاف. فابقى مستقر نفسيا انه لا مفيش حاجه، مش حاسس ان الموضوع في حاجه غلط، دي كره القدم بتصرف على نفسها وصناعه من الصناعات ولازم الناس تعمل كده. لكن امتى ابقى متضايق؟ زي ما حضرتك هتبقى متضايق، لانه في النهايه هفضل تاني عيدها لك من شارع واحد ومن بيت واحد وكلنا عارفين بعضينا وكلنا بنعاني وكلنا عندنا اسر وعارفين كويس ان الموضوع مع تعاظم حده الفيروس انه مش كل الناس تعرف تعمل مساحات
وانه كان الله في عون وزارة الصحة في تحمل هذا العبء، وبالتالي كان يقتضي الامر او يقتضي الامر بالضرورة حتى وان لم تصل المنحة ان ما يؤخذ من الاتحاد، ما يؤخذ من وزارة الشباب والرياضة في هذا الشق تحديدا يكون على سبيل القرض من اتحاد الكرة ويرد اول لما المنحة ما تصل. هنا هنستقر ذهننا كلنا وهنبقى حاسين كويس قوي ان احنا ما اخدناش من مخصصات تعود للدولة المصرية او تعود لوزارة الشباب والرياضة تم انفاقها في الاساس وفي الاصل على مخصص او على مكان كان من الممكن انه يتوفر. لكن انا ممكن كوزارة الشباب والرياضة اروح لاصحاب الاندية اللي في الدرجة الثالثة، الاندية اللي في الدرجة الرابعة، الاندية اللي في الدرجة الثانية، ادعم وخفف من الكاهل ومش مبقاش هو لوحده، يبقى برضه من مخصصات الاتحاد المصري لكرة القدم. دي وجهة نظري في هذا الأمر بكل أمانة وبكل صدق يعني. هروح لفاصل وبعد الفاصل لسه متواصلين مع حضراتكم في جمهور الثالثة.